ابو دقه بيشكركم قوي لتشريفكم لحفل المتواضع بمناسبه افتتاح فرعنا الجديد من سلسله مطاعم الغواصه في القاهره. يسعدني انكم تشاركوني في السحب على الارقام الفائزه بجوائز الغواصه. الفائز الاول رقم 36. 36 انا جاهلة. 36 مريم هانم حرم سيادة اللواء شديد وجدي. منور يا سيادة اللواء. مبروك يا هانم. ألف مبروك. اتفضلي. الفائز الثاني رقم 19. 19 19 اهلا اهلا. ازيك يا 19؟ مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. نتعرف على حضرتك. المهندس خالد دياب. مبروك مهندس خالد دياب. مبروك مبروك. اتفضل. الفائز الثالث رقم 65. 65 65 النبي. انت عارف انا عندي حساسية في صدري من الدخان. ايه ده؟ ايه الدخان ده جاي منين؟ الزهر بيبلطوا فوق. بيبلطوا؟ اتفضل. لا لا اتفضل انت. اتفضلي. خلاص بجد اتفضل انت. يا فريدة! Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moment start. We're in a world our very own, sharing the love that oh. سعيد خليل 45 سنة تاجر عربيات. الخميس والجمعة بيقضيهم في اسكندرية عند مراته التانية. التنفيذ خلال 24 ساعة. Thank you.
تعزوم معايا العشاء؟ من الأربعة اللي قدامي دول إيه؟ خد بالك داخل على البوفيه خلاص على أكل كله. طب بسرعة بقى عشان بالشكل ده مش هفضل لنا حاجة. أوكي أوكي. يا حبيب قلبي مش لما تلغي اوردر العشاء تبلغني الاول قبل الدليفري بتاعنا ما يطلع؟ ايه معقوله يا راجل؟ يعني مش تبعك؟ ده يظهر اخونا ده حبايبه كتير. ايوه تعشى براحتك يا حبيبي. يا ساتر يا رب. يا فندم. ايه الاخبار يا علي؟ تمام يا فندم. في فرقة بتنشط المنطقة كلها دلوقتي يا فندم. مين المجني عليه؟ المجني عليه اسمه سعيد خليل، تاجر عربيات. بس يبدو يا فندم من شكل العملية إنها مش عملية قتل عادية. مكان الطلق ونوع الرصاصة بيقولوا إن اللي عمل كده الوادي إياه. الحساب يا فندم. معقولة؟ جايب الحساب بنفسك؟ امال دي الغواصه نورت بوجود سعادتك. ها ايه رايك في اسعارنا؟ اخر حاجه والاكل عجبك؟ اصلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سر جديد. في البداية أحب أشكر كل المشاهدين على الإيميلات والمكالمات اللي جات لنا. كل واحد فينا عنده سر، السر ده يمكن يفضل مخبيه حتى عن أقرب الناس ليه، ويفضل السر جواه لغاية لما تيجي لحظة يبقى نفسه يعلن عن السر ده علشان يرتاح. برنامجنا بيوفر للضيف اللحظة اللي بينتظرها عشان يطلع السر اللي جواه، وفي إطار المحافظة على سرية شخصية الضيف. Thank you.
خير. اخيرا يا نوح حس بيا النهارده. فتح باب الشقه وقال لي مساء الخير، ازيك وحشتيني. طب والمصحف قال لي مساء الخير. ويا ترى كنت حاسس بخطوره اللي كنت بتعمله؟ للاسف لا، كل اللي اعرفه ان كنت بقدم خدمات لغيري. والمقابل؟ تقصدي ايه بالمقابل؟ حضرتك اتسجنت 3 سنين في قضيه كسب غير مشروع، وبعد 6 شهور من خروجك قررت تكشف عن اسرارك؟ راجعت نفسي. راجعت نفسك ولا كنت منتظر التمن؟ من مين؟ من اللي سترت عليهم. ما كنتش منتظر منهم اي تمن. يعني فعلا في ناس انت متستر عليهم؟ ايوه. ناوي تقول اساميهم؟ ما تتكلم. ناوي تقول اساميهم؟ ما اقدرش، ما اقدرش. الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامج سري جدا. هتوحشوني جدا. ميرسي يا جماعه، ممكن تتفضلوا عشان الضيف يعرف يخرج. ميرسي. استاذ يوسف، انا مش فاهمه حضرتك جيت البرنامج النهارده ليه؟ عشان اعترف بالسر اللي جواي. هو فين السر ده؟ انا اشتركت في تسهيل. حضرتك اتحاكمت واتسجنت، يعني مفيش سر في كده. السر في اسماء شركائك. مدام هند، دول ناس كبار وكبار قوي، يعني اسرارهم مش بالسهل. استاذ يوسف، اوعى تكون جاي تستغل البرنامج بتاعي في ابتزازهم. شوف يا باشا، انا قتال وتر، وسيادتك عارف اني بقتل بالاجر. من الاخر يا باشا، انا طول عمري عبد مطيع لسيدي وتجراسي. ومين سيدك يا عرف؟ القرش يا باشا، القرش. وشغلك ده كان بيتم ازاي؟ انا خدتها كعب داير من بلد لبلد ومن كفر لكفر ومن ناجع لناجع. كنت كل ما طب على منطقه جديده من دول اتخلي عيارين ثلاثه في الجو. ذكرت تعرف بسيط عشان يعرفوا ان انا شرفت، وساعتها بقى اللي ليه مصلحه هيدور عليا. كانوا بيعرفوا لو؟ لو مكتوب للنفر من دول يموت على ايد العبد لله يبقى خلاص ده قضاء، ودي بقى ما فيهاش فصال. هيلاقوني هيلاقوني. واتقبض عليك بعد كام عمليه عرف؟ 15 عمليه اول عن اخر يا باشا. يا نهار اسود، يعني بقيله 11. واتقبض عليك ازاي؟ غلطه يا باشا. الايه؟ عرفولي قمار. وقمار دي ايه عرفك؟ سلاح المستورد. يوسف حسين، 57 سنة، خارج من 3 سنين سجن. ساكن دلوقتي في المعادن، دقيق جدا في مواعيده. الساعة 8 الصبح بالدقيقة بينزل من بيته يروح على مكتبه في المهندسين. الساعة 3 بعد الظهر
بينزل من مكتبه يروح على النادي في المعادي. التنفيذ خلال 48 ساعة. يا باشا دي بتقعد قد ايه؟ مش اقل من 10 دقايق. هقول لك يا باشا نكته وتاخد مناديل. بيقول لك مره واحد بخيل اتجوز واحده بخيله ما رضيش يخلفه عشان يوفره. خلصت حلقة النهاردة عشان اللحمة استوت. بصراحة أنا جوعت قوي. قتل يوسف حسين ده تحدي سافر للإعلام. ده بيفتح الباب على مصراعيه للهمجية للوحشية للإرهاب. يا فندم ممكن يكون يوسف حسين مات لكن البرنامج لسه بابه مفتوح. يعني إيه فاهمين؟ أنا ما زعتش كل اللي سجلته معاه. واللي ما زعتهوش ده يطلع كام حلقة؟ على الأقل حلقتين. قد كده الموضوع يهم حضرتك؟ ده رأي عام يا هند. يعني اعلن عن الحلقتين الجايين وبقلب جامد كمان. على اذن حضرتك. اتفضلي. ايوه من الحلقه اللي جايه اعملوا حسابكم الاعلانات الثلاثين ثانيه بثلاثين الف جنيه. اعلنوا عن حلقتين، لا خليهم اربع حلقات. ايوه أسرار جديدة يرويها يوسف حسين، المرحوم يوسف حسين. يوسف حسين شهيد أسراره. هو ده يوسف حسين، وسواء كان صح أو غلط فمش من حق أي حد في الدنيا مهما كانت سلطته أو سطوته انه يقتله لمجرد انه قرر يتكلم. لا ده قله معرفته احسن. تخيلوا فجاه كده لقيته بيقول لي لا. قلت له ايه؟ طه ابو دقه. يتقال له لا لا. لا
مهما كان السر اللي مخبيه يوسف حسين جواه، فمن القسوة والوحشية إن حياته تنتهي بالطريقة دي. لا حول ولا قوة إلا بالله، أهو اتقتل أهو عشان الناس تتعظ وتفهم بقى. أقول لكم على حاجة، افتحوا البلوتوزات، هبعت لكم كليب نانسي عجرم. إنما كليب إيه؟ تجنن. اتفرج على نانسي أحسن، بلاش كلام فاضي. فتحنا البلوتوز ومفيش حاجة وصلت. ولا هتوصل، هو في حاجة بتوصل في البلد دي؟ وأوعدكم في الحلقات الجاية من سري جدا، هنكشف حقائق كتيرة في قضية يوسف حسين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من سري جدا. هند الراوي، هند الراوي. نفسه يحقق حلم حياته ويكون دكتور. وده عمر، نفسه يبقى لعيب كوره جامد قوي. اكيد انا وانتو هنساعدهم في تحقيق احلامهم مهما كانت الظروف الصعبه اللي بيمروا بيها. هند الراوي. كات هو ده. شكرا. فيلمس. ايه اللي جابك هنا؟ احنا مش متفقين انك ما تجيش هنا غير زبون وبس. حرصك الزياده ده بيقلقني، انا لغايه دلوقتي معيش رقم موبايلك. انت عايز تعرفه ليه؟ هتبعت لي اغاني؟ انت بقى خايف اتمسك؟ ها او ما يقر عليك تقر. اخص عليك يا ابني، انا بس عامل حسابي انك لو لا قدر الله اتمسكت يبقى مفيش اي حاجه بتربطني بيك، انما تقر انت اذكى من كده. يعني انت كل اللي يهمك انك تبقى في السليم، ها؟ انما انا بقى لو اتمسكت طوز يا ابني. طول ما انا في السليم هعرف اتصرف، وزي ما دخلتك مصر ورق مضروب
اعرف اخرجك منها. اه صحيح، انت ما قلتليش انت كنت عايز ايه؟ ايش معنى هند الراوي؟ سؤال غريب. وايه اللي خلاه غريب؟ انك اول مره تسال ايش معنى فلان. عشان انا شايف ان هي ما تستحقش القتل. مش مهم انت تشوف، المهم ان فيه ناس تانية شايفه مصلحتها فقتلها. خالد انت ايه اللي غرالك؟ ايه مش من حق اقول رايي؟ حقك، اول مره اسمعك بتقول لي حقي وحقك. ما كنتش اتصور ان هعيش لحد ما الاقيك واقف قدامي بلبسك الشيك ده اللي بالشيء الفلاني وتقول لي حقي. يا خساره، فين خالد؟ ها فين خالد اللي اول ما شفته في ايطاليا حبيته؟ خالد النقي الغلبان النظيف اللي ما كانش لاقي ياكل، اللي كان بيلبس هدوم مقطعه والبؤس والحرمان بيلالوا جوه عليه. خالد اللي اخدته بحضني زي ابني وفضلت وراه لحد ما خليته بني ادم بيه مال وهدومه الغاليه. انت تعايرني؟ اخي عليك يا خالد اخي. ده انت ابني يا ابني، في اب يعاير ابنه. خالد انت عارف كويس اني بعتبرك زي ابني فعلا، عشان انا ما عنديش عيال ولا انت عندك ابهات. طب ما دام بتعتبرني زي ابنك يبقى عشان خاطر ابنك بلاش هند. مش ابن اللي يعصى كلام ابوه يبقى ابن عاق. مش هقدر اقتلها. طه ابو دقه يتقال له لا لا. خلاص نشوف حد يقدر. بس خساره يا ابني، خساره حد غيرك يستفيد. انت اولى يا واد. لا انا ولا غيري. انا هعتبر نفسي ما سمعتش الجمله الاخيره دي عشان ما ازعلش منك. انت عارف ابوك زعل وحش. ولا قتل يوسف حسين هما برضو اللي عايزين يقتلوا هند؟ جايز. يبقى مش هما. مساء الخير. مساء النور. مين حضرتك؟ الرائد خالد دياب، أمن دولة. خير؟ الأستاذة هند راوي لو سمحتي. تفضل. ثواني حندهلك. اتفضلي. يوسف حسين؟ بالظبط. يوسف حسين كان مجرد ضيف زي اي ضيف في حلقاتي، وانا قلت الكلام ده في التحقيق. ايه اللي جد؟ قالت لنا معلومات ان في خطر لحياتك. من مين؟ من قتل يوسف حسين. ليه؟ يعني ممكن يكون عندك معلومات، اسماء، اسرار تضرهم. دي كانت مشكلتي مع المرحوم، لدرجه ان انا اتخانقت معاه لاني حسيت انه جايه بتزوم على الهوا. وعرفتي مين شركائه؟ خاف يقول لي. لحد ما نعرف مين شركائه انت حياتك هتبقى في خطر. والخطر ده على حياتي انا بس ولا في خطر كمان على حياه شادي وايمي؟ مين شادي؟ ابن ايمي اختي. هند هو في ايه؟ مفيش حاجه ايمي، اطلع انت دلوقتي اقعدي مع شادي. مفيش حاجه تستدعي الانزعاج ده خالص. يا سلام، حضرتك جاي لغايه هنا تقولي ان في خطر على حياتي وبعدين تقولي مفيش داعي للانزعاج ده؟ امال ده اسمه ايه؟ انا مش عايزك تخافي، انا عندي اوامر بحمايتك وحمايه اسرتك. وهتحمينا ازاي؟ ده شغلنا بقى. بس يا ريت من هنا ورايح تبقى تصرفاتك وتحركاتك بحساب واكون عارفها. وده تليفون مكتبي، كلمني عليه في اي وقت.
ايوه بس انا كنت عايز اعرف اذا ك... ايه يا فندم، تحت امرك يا فندم، تحت امر. هو شادي بيروح المدرسه الساعه كام؟ هو انت سواق الجديد؟ شادي عيب، ده اونكل خالد. مشي يا عم السواق الجديد، واسمي خالد دياب، وانت؟ وانا اسمي شادي بدر الشيم. بظن يعني الغلا اللي عم تخرين شغل لي السي دي ده. ماشي يا عم. يعني مفيش حد هددها قبل كده؟ ما افتكرش، بس انا قلت لها كتير برنامجك ده يا هند خطر وهي مسمعتش كلام. الله يكون في عونها. مين؟ هند؟ لا، مراتك. اشمعنى؟ شغلك يعني بيبعدك عنها واكيد بتتضايق. على فكره انا مش متجوز. الله يكون في عونها برضو. مين اللي هتتجوزها؟ فعلا هتفضل قاعد في العربيه لحد هند ما تجهز. ما ينفعش طبعا، اطلع اشرب فنجان قهوه على ما هند تجهز. يلا بقى انا هعمل لك القهوه بايدي. ومين متعود يزوركم هنا في البيت؟ تقريبا ما فيش حد، اصل هند بتعتبر البيت زي البرنامج سري جدا وما بتحبش تستقبل حد فيه. هو جوزك مسافر؟ لا احنا منفصلين. ربنا يهدي سركم. لا 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 ما فيش سر بينا، احنا اتطلقنا خالص. خساره عشان الولد. ايمي 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 هي مالك؟ واضح ان انا عامل لكم ازعاج جامد. لا مفيش ازعاج ولا حاجه. ايمي يا ايمي ثواني وراجع لك. كان لازم تديني خبر وتقولي لي انه هنا. يعني صحيكي عشان اقول لك انه موجود؟ مش احسن ما يشوفني بقميص النوم؟ مش عارفه ابص له باني وش دلوقتي. بصي له من هنا بس بقى، مش بهزر. عاجبك كده؟ اهو مشي. بلاش عربيتي. اشمعنى؟ من هنا ورايح هتركب عربيتي، امان اكتر. الاستوديو منين يا صاحبي؟ عبر الطرق حضرتك. شكرا. هي الهاني مفخخة ولا ايه؟ مش اي قنابل مسيلة للدموع ولا حتة جبنة رومي. عدي ربنا يوفقك. عدي اهدى يا حسن وفهمني ايه اللي حصل. الهانم مدام هند جايه وجايبالنا بوديجارد معاها. لا وايه، وبيفتشنا تفتيش ذاتي كمان. هي حصلت شافت نفسها علينا يا استاذ. عليكم انتم. لا 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 يا هند 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 يا هند. ها
حبر ده ولا جاف؟ لا يا فندم، الهدف طلع كاذب. انت تطلع بيت، اطلع برا. صوتك الرائد خالد دياب، امن دوله. امن دوله معايا انا بحبر يلزمك. ينفع. يلا. ايه ده؟ انتوا واقفين كده ليه؟ واقفين كده ليه؟ بتتفرجوا على حاوي؟ يلا يا سد، كل واحد على شغله. اتفضل يا خالد باشا، اتفضل يا خالد باشا على شغل. اتفضل يا فندم، اتفضل يا باشا. وفي يا باشا؟ الداخليه يا ابني. مالها؟ بتلم الاقلام. اسمح لي قطعك، اسم عيلتك بيقول انك من عيله ليها تاريخ، عيله غنيه. الحرمان اللي انا اقصده مش حرمان الاكل والشرب، انا قصدي الحرمان من الاهتمام، الحرمان من الحنان. عشان كده فكرت تسافر؟ ايوه. ويا ترى بقى كنت محدد هدفك وانت مسافر؟ يعني هتروح فين؟ هتقابل مين؟ هتشتغل ايه؟ للاسف لا، عشان كده ضعفت قدام اول ايدي اتمدت لي. كانت اول ايدي اتمدت لي الطه ودقة، حكيت له حكايتي وصعبت عليه لدرجة اني شفت في عينيه دمعة ما شفتهاش في عيونه. وعوضك عن حنان الأب؟ ايوه. وتاني قرشين وفجأة اختفى، حسيت ان انا من غير ضايع. بعد 3 أشهر ظهر تاني بوش تاني وكأنه ما عرفنيش، وقال ان مش فتح حكاية ولا سبيل، تخلص شغلني اي حاجة. مشغلك؟ نظر جه وقال لي ان ظروف شغله كلها مشاكل وقلق، لأنه بيشتغل مع المافيا ومحتاج حد يحمي ظهره. موافق؟ كانت أول عملية، فضلت واقف أراقب من بعيد، لقيتهم طلعوا سلاحه وبهددوا طغاة بالقتل. ما حسيتش بنفسي اللي ماسك سلاحه وبخلص عليهم كلهم. طبعا طه فرح بيا، والعملية الأولى جرت التانية في التالتة على ما جرى، ومن يوميها سماني كلاشينكوف. ياه، ببساطة كده قتلت؟ ما أنا قتلت قبل كده في الجيش، بس الفرق كان في حدود، إنما هناك مفيش أي حدود. خالد، 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 إيه في إيه؟ لا مفيش. زهدي بيه مصر يعزمنا على الغد عشان يصالحك. لا مفيش حاجة تستحق الزعل يعني. لا يا ما أنت لسه زعلان. لا طيب بلام، لا يلا بينا. يلا. ايوه يا ايمي، ايه الاخبار؟ تمام؟ لا اتغدى انت وشادي، انا هتغدى بره. لا لا لا، انا هتغدى مع خالد. طب يا حبيبتي اوكي، يلا باي باي. الله، فكره الغدا في الهواء الطلق فكره هايله. وبمناسبه الهواء الطلق يا خالد باشا، انا قصدك في خدمه صغيره. انا اشتريت حته الارض وعايز افتكر نخش جوه احسن. الغدا في مكان مغلق فكره عبقريه. ادي ميزه رجال الامن، يعرفوا كويس قوي الفرق بين بره وبين جوه. وايه الفرق يا استاذ زهدي؟ فرق كبير قوي، مش يقولك من بره 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 ومن جوه جوه جوه. سعد باشا، على فكره الخدمه اللي انا طلبتها من حضرتك دي مش ليا انا شخصيا، دي الواحد صديق لي. جرى ايه يا زهدي بيه؟
لحسن خالد كده يفتكر انك عازمه مصلحه يعني ولا حاجه. لا كده انا فهمت غلط. اصل يا خالد باشا انا كلمت حسن باشا الصياد الموجوده وبالي باشا خير والبركه في ذمتك مش عيب. عيب لا طبعا عيب. عيب ان احنا نعرف بعض من زمان يا راجل وما نسالش على بعض. طب اسال يا زهد انت. سمعني صوتك اللي بحبه. انت وحشني يا روح قلبي. ايه ده؟ هي يا سيدي هي. انت هانم انا مش مصدق عينيا. أنا سعيد خالص إني شفتك. بصي أنت في التلفزيون قمر بس على الطبيعة أحلى أحلى كتير. أنا آسف يعني. لا أبدا ميرسي أوي. طه بيه نسيت أعرفك سيادة الرائد خالد بيه دياب. أنت يا زهدي تعرفني على خالد بيه دياب؟ ده أشهر من نار على العلم. ده يا هانم ده أحسن قناص في الداخلية. إزيك؟ إحنا هنفضل واقفين كده ولا إيه؟ مش هتقعد عشان نتغدى مع بعض؟ ما انت عارف ظروف يا زهدي. بمناسبة نتغدى مع بعض الصحبة الحلوة دي كلها معزومة عندي في الغواصة. اتفق مع خالد بيه والهانم واديني خبر. باي زهدي. عن اذنكم. عن اذنكم. اتفضل. عن اذنك خالد بيه. على فكرة يا خالد بيه قول للواء كمال ان العملية هتتنفذ قريب. قريب قوي. على فكرة طه ده عشرة عمر. هو نشأ شبحان الصباح بس فجأة ايه في ايه؟ شششش رأيت خالد دياب امن دولة. الحشيش اللي معايا مش بتاعي. حشيش؟ الحشيش ده تطفيني في الحمام. عايز تحشيش حشيش في بيتكم. حشيش بكرامتك. حاضر يا فندم. تخف ده. حاضر يا فندم. امسك دي امشي امشي. في ايه خالد؟ ابدا ده واد من الخليه الارهابيه كنا مسكناه قبل كده وافرجنا عنه. طب هو عمل ايه؟ يا باشا الواد بتاع الخليه الارهابيه بتاعكم مش واقف اعترف يا باشا عن مكان الخليه. ربنا يخليكه لينا. ربنا يخليك يا ابني. ما شاء الله ربنا يخليكم. ربنا يحفظكم لمصر. يلا عشان ما نكسف. ايه ده انتوا حياتكم دايما في خطر. خليات إرهابية ومشبوهين وضرب نار. هم اللي حكيت لك على فيتنام. هو إيه اللي حصل؟ دي المقاومة. إيه؟ فرد الكوتش فرقعت. طب خليكي بقى للفردة التانية تفرقع. طب أنت مش هتكلمهم؟ هم مين؟ المديرية اللي كل شوية بتكلمهم. شوف البنات وتركزهم ده وقته. إيه خالد أنت مش هتكلمهم؟ ايوه يا باشا والنبي عايزين واحد كوريك ايوه وواحد وينش بالظبط معاك مفتاح صليبه نجيب واحد احتياطي والنبي بقى زود لنا واحد مفتاح صليبه ايوه تاخدي حاجه معايا وانت قلت لي على اسم المطعم اللي هنتغدى فيه؟ مش فاكره. بتسال ليه؟ مفيش. هما هيتاخروا؟ هما مين؟ بتوع المديريه. تلاقي لجنه مسكتهم في الطريق. ايه؟ بدو ايش بقى؟ امسح ايدي ده فستاني يا نهار اسود انا افتكرت فوطه زبره كلها؟ ايوه يا باشا بالنسبه لموضوع الخليه انا قدامي طريقين
وهنقفشهم. طب هعملك الشيء. ودلوقتي يا باشا هيظهر لي طريق تالت. تفتكري مين مستفيد من موتها؟ معرفش. بالهنا وشفا. شادي، معقولة لسه صاحي من النوم دلوقتي؟ يلا تعالى. ايه اللي صحاك؟ اوبا، حماتك بتحبك يا عم. مش متجوز الاول يا انكل خالد. مش متجوز الاول يا انكل خالد، شاور على اي واحده يا عم وانا اجوزها لك. هو انت ظابط ولا مأذون؟ لا مالكش دعوه، الصبح ظابط لكن بعد الظهر مأذون. يلا بقى دوق بقى اكلي. يلا ماما. ام يا انكل خالد انا معاك. وايه كمان الصبح يا عم خالد؟ دوق. وايه شادي عيب. الله، احنا فينا من كده؟ طب خد اهو. ايه ده؟ انت بتهزروا؟ طب اهو. مش فاهمه ايه الالعاب دي اللي كلها اكل. ما عندكيش فلوس في البنك؟ مفيش غير حاجات عبيطه، كل فلوسي حطيتها في الشقه دي. يعني افهم من كده انك ما عندكيش اراضي عقارات؟ مفيش غير شاليه في الساحل الشمالي لسه بقسط ثمنه لغايه دلوقتي. تسال ليه؟ بصراحه مستغرب، واحده في رقتك وفي طيبه قلبك وفي جمالك، مش عارف بصراحه مين اللي يكون عايز يعني مفيش اي حاجه؟ مفيش غير بوليس التامين على حياتي. اه بوليس التامين. بكام البوليس؟ 5 مليون. اه 5 مليون. وصالح مين؟ شادي. شادي طبعا. ايمي بصفتها انت بتبصيلي كده ليه؟ انت عايز تفهم اختي ان انا عايزه اقتلها؟ ايمي، ايمي، ايه اللي انت عملته ده؟ انت مش طبيعي، ازاي تفتكر ان اختي ممكن؟ انا اسف، بس مجرد وقوف ورا الباب حسيت ان هي بتصنط علينا. ازاي تفكر في كده؟ انا اسف، انا هعتذر لها بنفسي. انا جايه معاك. الله يخليك، انا راح اعتذر لها لوحدي. ملهاش يا حبيبي، روح انت كمل لها. امي انا اسف، بس انا ما قصدتش خالص اللي انت فهمتيه ده. انا كنت عايزه انا ضحيت بكل حاجه عشان خاطرها. سبت اسكندريه واصحابي ونسيت نفسي ونزلت معاها القاهره مخصوص عشان اخد بالي منها. انا الناس اوقات بتفتكرني السكرتيره بتاعتها مش اختها. انا ضيعت عمري يا خالد عشان هي تنجح وتبقى مشهوره. الناس كلها بتجري وتقف تتصور معاها وانا لازم اخد جنب وابقى فرحانه ومبسوطه بيها وبنجاحها. بس تتخيل ان انا ممكن اقتلها؟ انا اسف، بس حكايه وقوفك ورا الباب دي ما غير عليك يا خالد، حتى من اختي
بحبك يا خير، بحبك. خالد الحقني يا خالد. شادي شادي هات المسدس. شادي هات المسدس. شادي حبيبي عشان خاطري هات المسدس. شادي شادي هات المسدس. بوزك. انا مش فاهم ازاي طوعتك تيجي المكان ده. ما انا قلت لك ما ينفعش اعتذر عن حفله خيريه انا اللي بقدمها، يقولوا عليا ايه؟ هند. ايوه يا خير. ثانيه واحده بس اروح الحمام. اوكي استنى. ايه في ايه؟ ما ينفعش تقف هنا لوحدك، خش استنيني عندكم في الحمام. ايه خالد مش للدرجه دي. خلاص بقى يبقى نروح. لا لا خلاص هروح معاك الحمام. يسعدني اني اكون ضيفة شرف الحفل الخيري ده للسنة الثالثة، ويسعدني اكتر كم التبرعات اللي بتزيد بشكل ملحوظ لحساب الجمعية، وانا عن نفسي بتوجه بالشكر لكل من ساهم وكل من سوف يساهم في دعم رعاية جمعية الطفل اليتيم، اللي لازم يكون بالنسبة لنا ابن ونكون بالنسبة له اسرة يحس معها بالامان. ودلوقتي هنبدأ الحفل مع فرقة نجوم النوبة، وفي نهاية الحفل زي ما تعودنا كل سنة هنعلن عن مزاد على بعض المقتنيات الخاصة والثمينة لأعضاء الجمعية، زي لوحات فنية واسطوانات وبعض التحف الأثرية. وبالمناسبة أنا بشارك بالقلم ده لأنه عزيز عليا قوي، لأنه أول قلم كتبت بيه أول حلقة من حلقات برنامج سري جدا. وشكرا. برع للجمعية؟ طبعا. طب أنا عايز أشتري القلم بتاعك. خلاص استنى المزاد. ليه؟ هو يساوي كام؟ هو 8000 جنيه، بس عادة الناس بتدفع فيه أكتر عشان الجمعية. جمعية؟ طب لو قلنا 50000 جنيه يمشي؟ يمشي. حلاوة يا إيو حلواني، حلاوة يا إيو حلواني، حلاوة يا شربات. حلاوة يا إيو حلواني، حلاوة يا إيو حلواني، حلاوة يا شربات. We'll be right back.
هنا؟ امال اسال مين؟ اسالي ايه اختي؟ الشباك فيا. مين المستفيد من البوليسه؟ مش ايمي وشادي برضو؟ نزلني نزلني. ليه كانت بتتصنت علينا؟ مش ايمي وقف ورا الباب واصرارها انك تيجي النهارده الحفله رغم اني حذرتك؟ ولا يوم المطعم ما قابلنا طه؟ طه لقيته فجأة بيقول لي لا، قلت له لا، طه ابو دقة يتقال له لا لا. الله الله الله، خير ايه؟ ايه اللي حصل؟ ابدا هند وقعت، قلت اجيبها توضب هدومها هنا. اوه ماي جاد، صوفيا صوفيا برفافوري برند لسنيورا الا باني، صوفيا هتوديك الحمام يا هانم. اتفضلي اتفضلي، الف الف سلام عليك، الف سلام. يبقى اختار رجالتك ده لو عندك رجاله. انت ايه اللي خلاك تجيبها هنا؟ انت مش خايف عليها؟ هنا امام مكان ليها. طب تحب اجيب لكم سريرين عشان تناموا هنا ولا سرير واحد كفايه؟ لا مش مهم المكان، المهم انها معايا، وطول ما معايا محدش يقدر يلبس شعره منها. لا الشعره دي انا هسيبها لك يا حبيبي سوفونير عشان تبقى حاجه من ريحتها. طه انا لاخر مره بحذرك، ابعد عن هند. وانا لاخر مره بقول لك خلي بالك عشان جاي وراك. انا يسعدني ويسعد مطعمي المتواضع ان ايد هند الراوي اتغسلت عندنا. ميرسي قوي. هاي خالد كلمتهم؟ هاي يلا بينا. بينا في ايه؟ معقوله؟ لا لازم ناكل حاجه سوا عشان يبقى عيش وجمبري. معلش جات اكتر يا طه. ماشي يا خالد بيه ماشي. سعادتك مفيش امر تكليف بحراسه المذيعه هند الراوي يا فندم، وبالبحث عن اسم المدعو خالد دياب لم يحصل على اسمه في ملفات شرطه سعد. ماشي يا اسماعيل. يعني ايه انا مش فاهمه؟ ده كان بيجي لنا البيت كل يوم، وكانت هند بتكلمه على مكتبه في الداخليه. عندك تليفون؟ اه هو كان سايب الكارت بتاعه. لا افتكرت، هند اخر رقم طلبها كان هو. خالد ما نفضل قاعدين هنا. ما ينفعش المكان هنا بيتقاس، ممكن حد يشوفك. الو الو مساء الخير. مساء النور. اكلم رات خالد دياب لو سمحت. النمره غلط. يلا بينا. ايه ده؟ انت حلقت دقنك؟ شكلك كان احلى بالدق. ايه يا جماعه؟ احنا هنقضي على السلم ولا ايه؟ اتفضلوا عندنا. لا 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 من فضلك، احنا لازم نمشي مستعجلين. ازاي ما يصحش الناس تزعل مننا برضه؟ اتفضل. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا دنور. يا سلام، لا مؤاخذه يا جماعه على الكركبه دي، معلش اصلي فريده بنتي فنون جميله. انت عارف بقى استاذ خالد. ايه اتفضلوا اتفضلوا. يا سلام يا سيدي، البيت نور والله البيت نور. على فكره دي كمان قسم ديكور، وحلم حياتها انها تشتغل مهندسه ديكور معاكم في التلفزيون، صح يا فريده؟ لا انا غيرت رايي، انا بفكر ابقى مذيع. ايه ما ينفعش؟ لا طبعا يا حبيبتي تنفعي، ده انت زي القمر. مذيعه ايه؟ طب اتفضلي حضرتك شوفي رسوماتها بنفسك واحكمي انت بقى مذيعه ولا مهندسه ديكور على ما اعمل لكم انا القهوه بايدي. اتفضل. الظاهر في حد جاي بعد اذنكم. مش دخل؟ هو انت اللي خليتيه يحلق دقنه؟ لا يا حبيبتي، انا اصلا ما كنتش عارف ان هو عنده دقن. هو
هو حضرتك بتسأل عن رائد خالد دياب؟ أيوة، هو فين؟ أنا لسه شايفه حالا نازل، هو المذيعة اللي اسمها هند الراوي. بالظبط. شفتهم؟ وأنا بطلع الزبالة. شكرا. طب ما تقعد تشرب حاجة. شفت رسم فريدة حلو ازاي؟ ما هو باين. كن محوج انما ايه؟ تحويجة خصوصي علشان خاطر عيون هند الراوي. متشكرين قوي، بس ما كانش في داعي تتعب نفسك. اتعب نفسي؟ ده كلام؟ هو احنا كل يوم بيجينا نجوم زيك؟ ده انت قمر يا ست الكل يا كيداهم. على فكرة البنت الجديدة اللي بتقدم برنامج خليك في حالك بتحاول تقلدك، بس تقلد مين يا باشا؟ أنا آسف يا جماعة. دلل القهوة خير، خير جدا. ثانية واحدة أكون عامل لك واحدة تانية. لا 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 مفيش داعي، إحنا كده يا دوب. يلا يا هند. أنت ليه دلقت القهوة؟ كان غصب عني. لا انت كنت قاصد تدلقها، البنت دي بتحبك على فكرة، عشان كده دلقتها، مش عايزة اتعلق بيه. ده يا ستي تقدري تقولي الفيلا اللي كنت هبنيها. ما بنتهاش ليه؟ ايدك على 2 3 مليون. هو احنا هنقعد هنا كتير؟ ما تقلقيش لحد الامور ما تهدى. ايه ده؟ انا مش لاقي موبايلي. يبقى اكيد وقع منك واحنا بنجري. طب اعمل ايه؟ انا عايزه اطمن على ايمي وشادي. معلش حصل خير، تقدري تستخدمي ده. ميرسي. ايوه يا امي، انا هند. انت فين يا هند؟ ما تقلقيش انا كويسه. المهم انت وشادي عاملين ايه؟ هند خالد طلع مش ظابط. هو جنبك؟ ايوه. طب انتوا فين دلوقتي؟ انتوا ليه يا امي؟ انا مستمعاكي، السيجنال هنا وحش خالص. خليكي معايا ثانيه. ايوه يا امي، ما اعرفش ليه كان كحل، ما كنتش مركزه. اكلمك تاني. انت مين؟
ما جاتلوش الفرصة. هو عاوز مني ايه؟ احميك. من مين؟ من اللي عايزين يقتلوك. اللي هم مين؟ معرفش. هم ايه اللي تعرفوا؟ اللي قلتهولك قبل كده هان، ان فعلا حياتك في خطر. طب ومبلغتش البوليس ليه؟ محدش في الدنيا يقدر يحميك يا دي. طب وليه قلت انك ظابط؟ عشان تصدقيني. مفكرتش اللي ممكن اعمله لما اعرف ان انت؟ كل اللي فكرت فيه ان احميك وبس، كانش يفرق معايا اي حاجة تانية. الدرجة دي انا همك؟ انا مستعد اعمل اي حاجة في الدنيا عشان تعيش. هو ده اللي هيجنني. انت فعلا انقذتني من الموت، بس فجأة اكتشفت اني قاعدة مع واحد بقالي شهر وانا معرفوش. انت مش بتقولي في البرنامج بتاعك ان كل واحد عنده سر في حياته مخبيه عن اقرب الناس ليه؟ وانت ايه هو السر اللي مخبيه؟ انت، انت اقرب الناس ليه؟ انا من ساعة ما رجعت من ايطاليا مفيش حاجة مصبراني على الدنيا غيرك. لا لا، طلباتك كترت قوي. انا ما تعودتش يبقوا بعاد عني. يا ست البوليس دلوقتي زمان مراقب البيت والصبح هيراقبوا التليفونات. طب يعني هنعمل ايه؟ مش هينفع اشوفهم. خدي كلمي ايمي وداني. لا لا، طلباتك كترت قوي. انا ما تعودتش يبقوا بعاد عني. يا ست البوليس دلوقتي زمان مراقب البيت والصبح هيراقبوا التليفونات. طب يعني هنعمل ايه؟ مش هينفع اشوفهم. خدي كلمي ايمي وداني. مساء الخير. مساء النور. من شويه فتح لي شاب من عند حضرتك اظن ابن سعادتك. لا انا ما عنديش ولاد، انا بخلف بنات بس. ازاي بقى؟ انا متاكد كنت بخبط على الشقه دي، هو فتح لي من هنا. شقه الاستاذ خالد. ايوه الاستاذ خالد كان عندي هنا، هو والمذيعه هند الراوي كانوا بيشربوا القهوه عندي.
على فكرة عمري مات واتولدت انا بين ايديك، نفسي اشوف نفسي في عينك ان انا صعبان عليك، واللي فات من عمري مات واتولدت انا بين ايديك. باشا منبه ان في حراسه 24 ساعه. هو انا هوصل شادي المدرسه؟ مع سعادتك. انا نازل المحل ده اجيب سندوتش الشاي. طب هاجي معاك. لا لا خليك انت، ثواني وراجع لك. يلا يا شادي. عارف نمشي من باب اللي ورانا. يلا ليه عاوز تقتلني؟ وديني قدامك اهو. اقتلني ولا ما ينفعش تقتلني هنا؟ ايه ده؟ انت جبت الكلام ده منين يا هند هانم؟ انت عارف ان خالد مش ظابط، ومع ذلك لما قابلته معايا قلت عليه انه احسن قناص في الداخليه، وانت خارج قلت له بلغ اللواء كمال اننا هننفذ العمليه قريب. ومن بعدها خالد ما بقاش على بعضه، ويوم ما حاولوا يقتلوني جابني على هنا، وشكلكم شديتوا مع بعض. انت عندك حق، بس نص كلامك صح ونص غلط. انا بقيتش عارفه ايه الصح وايه الغلط. الصح ان عارف ان خالد مش ظابط، الغلط ان عايز اقتلك. ده انت بنتي يا بنتي، قاتل بنتي. طب ليه؟ ده انا اللي نبهت خالد ان في خطر على حياتك، ولما قابلتكم في المطعم ما كانتش صدفه. لا انا كنت رايح احذره انهم خلاص ناويين يخلصوا عليكي. مين دول اللي قتلوا يوسف حسين؟ وانت عرفت منين؟ الله يرحمك يا جو، هو اللي قال لي قبل ما يموت. انت كنت تعرف يوسف حسين؟ طبعا، عز المعرفة. وهو اللي قال لك انهم عايزين يقتلوني؟ ايوه. يبقى اكيد عشان قال لي على اسماء شركائه اللي تسطر عليهم، مش كده؟ ويا ريته ما قال لك. وانت ما بلغتش البوليس ليه؟
قتلتولي يا هند؟ انت عايزاهم يخلصوا عليا انا كمان؟ اشمعنى خالد؟ عشان خالد بيحبك. الله صحيح، وما جاش معاك ليه؟ ما انا رايحه له دلوقتي. فين؟ فندق صلاح الدين اللي في المهندسين، عارفه؟ يا حبيبي وحشتيني قوي. هند قلقتيني عليكي، كنت فين؟ كنت عند طه. انت اتجننتي؟ كان لازم اعرف علاقتك ايه بالراجل ده. وعرفتي؟ لا، بس اتاكدت انه يعرف مين اللي عايز يقتلني. وقالك على اسم اللي عايز يقتلك؟ كذب عليا وقال لي اللي قتل يوسف حسين. مش عارفك انه بيكذب، لانه فاكر ان يوسف قال لي على اسماء شركائه. وقالك ايه تاني؟ كان عايز يعرف مكانك، بس انا قلت له ان احنا قاعدين في اوتيل. انا هريحك واقولك على بيني وبين طه. انا ما يهمنيش اعرف اللي فات، انا اللي يهمني دلوقتي شادي وامي. خالد، انا لو جرالي حاجه شادي وامي امانه في رقبتك. وين واخرج من هنا وانت لسه ما نفذتش؟ ياه، شفت الايام عدت اوام ازاي؟ الايام بتعدي اوام على اللي بره مش اللي هنا. الله الله الله، ده انا بضحك معاك يا روح قلبي. ايه في ايه؟ فيني دخلت نفسي السجن عشان اخرج من هنا الاقي خلصت، اخرج الاقيها ماتت، اقفش البوليس، اسدد اللي عليا واقفشك حقك. ايه حق في جيبي يا حبيبي؟ ولا انت نسيت الشيك اللي كتبته لي؟ الشيك؟ الشيك حاليا ملهوش رصيد. وإن شاء الله هيبقى له رصيد. $1,000,000. لا آسف، 600,000 بس، لأن هكون صرفت الشيك بتاعي. المهم إيه اللي مأخرك؟ واحد ابن حلال الله يسامحه عطلني شوية، بس ما تقلقش هانت، وحياتك هانت. نفسها بتحبك، اتفق مع طليقها عشان يقتلوكي وياخدوا تمن البوليس. ايه اللي انت بتقوله ده؟ برضو بتدافع عنها؟ انت برضو طليقك مش اسمه بدر الشيمي؟ ما تنطعي خالد، بدر الشيمي بقى طليق انا، مش ادي بقى ابني. مش قلتلك مش انت لوحدك اللي عندك اسرار مخبيها؟ عيلة صغيرة، معرفش ازاي ضحك عليا وجوزني. بعد الجواز ظهر على حقيقته، بتاع كاس وترابيزة، طلقنا بعد 6 شهور، بس انا كنت ساعتها حامل في شادي. بعد ما خلفت شادي نزلت انا وامي من اسكندرية، كانوا عاملين اعلان عن مذيعات بس كانوا طالبينهم انسات، اضطريت اكذب واقول انسة. من ساعتها بقى شادي ابن أمي. فكرت 1,000,000 مرة أن أنا أعترف بالسر ده، بس خلص الوقت كان فات، بقيت مذيعة مشهورة. عشان كده جاتلك فكرة البرنامج؟
كل واحد فينا عنده سر. السر ده يمكن يفضل مخبي حتى عن أقرب الناس لي. أنا لسه أقرب الناس ليك يا خالد. تصورش قد إيه أنا ارتحت لما أنت عرفت. يهمك يا حبيب قلبي، فداك كل ده فداك. هو صحيح حوض السمك ده كان غالي عندي قوي، بس انت اغلى. بلغ بدر الشيمي ان بوليس التامين انتهت، ومن النهارده انسى انك تعرف حد اسمه خالد دياب. يعني ايه؟ هتبطل؟ اعتزلت؟ ايوه. للدرجة دي بتحبها يا خالد؟ شوف يا ابني، انا مش هقف في طريقك. اوعى تفتكر اكمني طه ابو دقه يبقى ما عنديش قلب ولا احساس. لا، انا عارفك كويس يا واد وحافظك صم. الانسان اللي توصلك للحاله دي يا بختها بيك. روح لها يا خالد، روح لها. ربنا يبارك لك ويحميك. بس قبل ما تمشي عايز اقول لك حاجه مهمه. طه ابو دقه يتقال له لا؟ يتقال له لا. ليه لا؟ تعالى في حضني يا خالد. متزعلش مني. ده انت ابني يا ابني. في اب في الدنيا مهما حصل يزعل من ابنه العبيط؟ سلام يا خالد. وما تنساش تسلم لي على عروستك وقول لها ابويا بعت لك البوسه دي. يا رب الناس ليه محدش في الدنيا يقدر يحميك يا ابني.